أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة استثمر عقلك عملة بي نتورك. هل فعلا أنه وصل سعرها 300 دولار؟ هل فعلا أنك تحصل عليها مجانا عن طريق تنزيل تطبيق مجاني وأنت بتقدر تعدن قطع العملة؟ شو حقيقة طرح العملة للتداول؟ كل هذا رح نعرفه بهالفيديو. إذا أول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد، أيضا تنضم لقناتنا على التليجرام، رح تشوف الرابط بالوصف ورح تشوفه بأول تعليق. خلينا ننتقل للتفاصيل. تطبيق بي نتورك، خلينا نحكي أول شيء عن التطبيق، بعدها رح أحكي لكم رأيي في هالتطبيق هذا وحقيقة نزوله على المنصات. اولا فكره هالتطبيق انه انت بتنزله بحسب كلامهم انه انت بتقدر تعدن العملات من خلال الهاتف الخاص فيك، يعني كلنا بنعرف انه تعدين البيتكوين تعدين الايثيريوم بحاجه لمعدات ضخمه جدا، بحاجه لكهرباء، كل هذا يعتبر تكاليفه مرتفعه. اما هنن البرنامج الخاص فيهم بتنزله عن طريق جوجل بلاي، عن طريق الهاتف الخاص فيك، انت بتفتح التطبيق كل يوم وهيك بيزيد عدد القطع الخاصه فيك. طيب شو حقيقة نزوله على المنصات؟ بالفعل نزلت العملة على المنصات بسعر 167 دولار، وصل سعرها 300 دولار، لكن للأمانة مو هي العملة نفسها يلي عم تجمعها من الهاتف الخاص فيك. خلينا نحكي تفاصيل أكثر. أولا المنصات يلي ضافتها، خلينا نشوف المنصات، منصة البيتمارت، منصة الهوبي، منصة الإكستي، منصات كتيرة ضافت العملة. اولا الشبكة لم يتم اطلاقها بحسب القائمين على هالتطبيق. ثانيا المنصات يلي نزلت العملة بالفعل نزلت العملة لكن عم تبيعك هي عقد، يعني انت بمجرد شرائك للعملة انت عم تشتري عقد، لما تنزل العملة انت رح يكون لك نصيب فيها بموجب هالعقد هذا. هذا اللي خلى مستخدمي تطبيق البي يتوهموا انه هن اصبحوا من اصحاب الملايين، لكن بالواقع هذا وهم اصدقاء. العملة اللي عم تنباع كعقد بس، عم تنباع بشكل غير شرعي. حتى المؤسسين لتطبيق البي نتورك طالبوا المنصات بحذف العملة. للأمانة أصدقاء أنا بعتبر هالمشروع هذا مشروع وهمي، مشروع قائم على التسويق الهرمي. أهداف المشروع ما زالت غير معروفة لحد الآن. هل رح يتم إطلاق عملة تستفاد من الشعبية يلي حققها التطبيق هذا وهيك أنت ما استفدت شيء من العملات يلي عم حفظتك هن الرقم بس، ولا رح يتم إطلاق العملة بسنتات بسيطة جدا مثل عملة سويت كوين يلي كانت الناس حاط عليها أمل ونزلت العملة بسعر قليل جدا؟ إذا موقع الكوين ماركت كاب حاطط لك هو تحذير بالأحمر وكاتب لك هو إنه هناك تقارير بتشكك بشرعية البي نتورك. إذا موقع الكوين ماركت كاب كاتب لك تحذير باللون الأحمر أعلى العملة. الحركة اللي عملوها المنصات اللي ضافوا هاي العملة راح يستفادوا من شعبية هاي العملة فقط ومن شعبية كيف صار، كيف ضاف الكوين ماركت كاب، كيف ضافوا المنصات بدون علم الفريق، هل الفريق بيعرف في هالشي هذا؟ لكن يلي شايفه أنا إنه هي عملية نصب أصدقاء، عم يبيعوك عقد بيضمن حقك انه بس نزلت العملة تحصل على عملة البي نتورك. اذا لحد الان ما في اطلاق شبكة بحسب كلام الفريق نفسه، انه هنن ما تواصلوا مع اي منصات لاضافته المشروع. انا برأيي اصدقاء مشروع لحد الان مشروع وهمي، ما في اي تطبيق تقدر تنزله انت على الهاتف تقدر تعدن فيه. هاي وجهة نظري، بتمنى تترك لي رأيك بالتعليقات. الى اللقاء اصدقاء، فيديو جديد ان شاء الله.